سيداتي أوليتي وسادتي، مساء الخير عليكم، عسلامتكم معنا، مرحبا بكم، صحة شريفتكم، صحة قهوتكم، عسلامتكم في عدد واحد آخر. وجدي تعدي ولا خلي صابة، طلعنا شوية المورال البارح، خرجنا من أنغانيون 100,000 دينار جزائري، بتاع خير ما ديك لابيريود كحلة كنا نشوفوا فيها، بالك صابة ديماري، بالك لا ماشين باديماري، قول إن شاء الله بالك اليوم لا ماشين باديماري. هي على كل حال للتذكير الماشينة مشات تري بيان، أوني بيان داكور، مشات بيان لي 3 4 بروميي جور. خرجوا ديسوم هبال، ما لحقناش ال 500 قريب شويه، ما انما خرجوا ديسوم محترمين بال 100 بال 200 بال 220 وغيره وغيره. ومن بعد دزنا هاد لابيريود هذه بالك بالبارح الفال تاعنا، وعلى احنا نقول لكم نشكروا الاخ يوسف اللي هو كان الفائز تاع الامس، ونحيوا ايضا صاحب الرساله القصيره الاس ام اس اللي هو الاخ تشارك مع هذاك المبلغ، والفال بدا يقلع على روحه. زيتون فور اكو لاباس، صمتوا بيا سي بيان الحمد لله. أعطونا تحية للأخ سليم، مساء الخير الأخ سليم، لو نوفو فوني. معكم الأخ سليم، لا ولاد ماسكارا. من معسكر؟ شو يعني تيزي أون إيكول سيبيريا دو نسونيمونو، إي أو ميم طون أون فاكولتي داركتكتور. الله، تسمى دو فاك. سبحان الله العظيم خويا. تسمى خادم في جوج جامعات، كيف تروح تقرا منا شوية، تروح تقرا منا شوية. لا، لاني باسي ما قريتش الأركتكتور، بلوكيت لاني تاع الأركتكتور، قريت لونسونيمون، مي هاد السنة إن شاء الله نقراهم للجوج. الله يبارك، الله يبارك، من معسكر، تحياتنا ناس معسكر هما الآخرين اللي يتبعوا فينا، حنا ليكيب تاعنا مازال هي، مازال كيلكو زيليمون مازال ما خرجوش، دي نوفو فوني جاو، ودوت واحد آخرين ما جاوش، حنا دوك نديرو كيما البارح. مع تحياتنا للمحضر القضائي وقعد معنا السيد خير الدين، هو اللي خرج وراه يتبع كامل لا بروسيدور من بدايتها لنهايتها، وراه ياكد لكم انه انا ما عندي علم اذا كان فيه اي مبلغ، ما نعرفش واش كاين داخل لي بوط، ما عنديش علم، هذه وحده. وهو اللي حط المبالغ، والبنكي وصحاب البنك اكيد هما عندهم المعلومه باش يتفاوضوا معكم، سي لوجيك سي لا ريك دو جو. نبداو احنا دوكا بالاختيار. البارح قلت زكريا واش دير ستوب لورديناتور، انا هاد الخطر خليها الاستاذ سالم. استاذ سالم لو نوفو فوني دوك تا واش دير لورديناتور كي يبدا انت تقدر تقول ستوب وقت ما انت حبيت. داكوردو؟ داكورد. ها يا سيدي ابعتونا لورديناتور سيفو بلي سا كومونس كيما تحب سالم. ستوب ستوب 17. هاي الحاجة فاطمة قالك ملي بدات ملي بدات. معلي نتفاهموا على حاجة، إلا قم بعد تروحي تسلمي لي على سالم يا أخي، أنت درت ستوب ماشي إحنا خاطينا. صح سيدي حاجة فاطمة ملي جات وهي قالت لك أنا وقتاش وقتاش وخلوني نروح خلوني نروح. ها يا سيدي ها ها واش قلت لك باينة باينة، هي اليوم يا غدوة تبان تبان تبان. صحيت ديروا هكذا نتعرفوا على الحاجة فاطمة صورة وصوت. أبعد هذه تبع نناش فاطمة المعروفة بين المشتركين بخالتي فاطمة، تبلغ من العمر 59 سنة، من ولاية وهران، عاملة في البلدية. إذا ربحت المليار حابة تدير حجة وتزوج وليدها. دي خالتي فاطمة، ومن بعد نبعثوا لك غنية تاع خالتي فاطمة. كي راكي؟ الحمد لله السلام عليكم. لاباس شوية؟ الحمد لله. صاي دوكا باك التيلي سبيكتاتور المشاهدة والفك. صاي. دوكا كي على داير في بالو بلي صاي ما تسمى اليوم ما تجيش تشوفوا خالتي فاطمة البركة قاعدة هنا في البلاط. صاي بليزيغ بيبليك توما وفوتنا هذا معاكم هذا الشهر تاع رمضان. الله شوية تاع شهر رمضان، اليوم أنا في 14. أي كومين. أنا بدينا نخرجوا منه. صاي. بدينا نخرجوا. خرجنا من ذاته. والمهم ان شاء الله. قولي شكون اللي غاطك كاع؟ عمي الشريف. عمي الشريف. اكلي 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 صح اكلي بني جبانه ولاد سيتي فاه بني جبانه كبير مسكين و زيدين زهره الله غالب. كان واحد انا شفني فور جمال جموي جمال شفتو جمال دوك دوك جمال سلموا عليه سلموا على جمال. صح صح وذاك عنابه ثاني اسمه ربي مسكين. صح تاع عنابه هذاك بصح قولي لي حاجه انت على بالك كيما احنا كيما التيلي سبيكتاتور كيما اللي يبعث الاس ام اس بلي هذه هي لعبه لعبه يا غاليا بيردي يا يعطيك عاودي لي هذه 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 يا غاليا بيردي يا نعم يا غانيو يا بيردي يا ها يا غانيو يا بيردي يا لعبه انا نلعبو
كيما دومينو يا راه ديال الدومينو صاي. حنا دوك المبالغ راكي تعرفيهم، القانون تعرفيه، من 500 حتى ان شاء الله المليار سنتيم. حنا واش نديرو؟ الا حاجه غابت لك ما فهمتيهاش سقسيني انا هنا في الخدمه. بارك الله فيك. هاكي عاودي هادو ما عندكش دروا برك تهضري مع لي كونديدا. ولي كونديدا ما عندهمش دروا بيان سور ياثروا عليك. هادو واعرين، هادو واعرين. وينهم الحموره؟ لا مش الحموره. لا هادو واعرين. انا صافي اللي بانوا لي واعرين، بانوا لي واعرين 500 1000 راك خمس، هادو عباك يولوا واعرين. صامتين. باسكو لازم تجبدهم. وصامتين. صامتين. انا متفاهمين؟ البنك يعيط لك، تيعاودوا نذكروا المشاهد الكريم اللي هذا التحق بنا انه خالتي فاطمه تخدم في البلديه. هكذا قلتي لي. الله يبارك. بلديه؟ وهران. وهران لا غون دو كو تاع كوريدور في لي بالمي مارافال. في لي بالمي مارافال الله يبارك. انت قلتي لنا باللي الهدف تاعك ان شاء الله جيتي باش تحصلي على مبلغ مالي محترم من خلاله حبيتي تمديه وتعاوني به وليدك 30 عام باش يتزوج وروح الحج. تعطيها بحجه ان شاء الله. ان شاء الله يا خويا ان شاء الله صافاس رياليزي وطفل سيدي نعرسوا له ان شاء الله يا ربي وكل شيء بالمكتوب ان شاء الله. وني بيان داكور. وهذا تمن عندكم من بتي بازا. واش هي هذه؟ هذه العروسه. تاع عروسه؟ اه. حكوا لي والله. والله لا بتي بازا. زعما دوك نحلوا القوس الصغير. بتي بازا. بتي بازا. بتي بازا كيفاش يعني؟ مانيش عارفه. وهذيك الحياه هذيك القابصه اللي راهم دايرينها ويقعدوا يديروها هكا. اه صح هذيك القابصه. هذيك القابصه. تما خرجت تي بازا. شوف انا السيد انا من وهران واش يخدم؟ يخدم؟ هو يخدم في بشار. الأمن. الامن يخدم في بشار وفي الامن قابصه في بازا هذاك هي سي لوجيك قابصه صغيره هكا قابصه صغيره تك 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 فيها صوالح واعرين بالزروق فيها صوالح واعرين حتى جا لك حتى جا لي قال لك يا ودي انا حاب نحط اليد ومنها هاي قلت لها يا اخي مخفوا له الامور ولا ما خفولوش قولي لي لا هي متفاهمه معاه متفاهمه بصح يليق هنايا وشنو؟ او الفاميليا يليق العرس. يليق العرس. يليق العرس، وبغى يقعد عامين مسكين يقارع الى يمروحها ها واش يصبره؟ هو دوكا في بشار يخدم سيكيوريتي. صح 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 نشكر الامن الوطني خاطر ولدي في الامن في الامن هو في الامن لا قلت في قلت لي عمال يخدم في الامن الوطني في الامن الوطني انا واش فهمتك؟ فهمتك بلي يخدم زعما في كاش سوسيتي يخدم لا. سيكيوريتي في الأمن لا هو في الامن الوطني في الامن الوطني تحياتنا لكامل الامن خويا وشو نطلب مسيو هامل اها ان شاء الله يقربه لي راه بعيد عليا يقربه لي عندي خاطر راني مريضه ازماتيك شو ما تقوليش حنا نعاونوك حنا فارس ها دوك بعتيها لمسيو هامل مسيو هامل فوالا نشكر الامن الوطني ونشكرك ونطلب انا ازماتيك مريضه وعندي غير الولد الوحيد في حياتي نطلبك تقربه لي الوهران صح قولي لي غير هذه برك قولي هذه غير شو هذه سي هذه سي بروبل الجيري هي غير تاعنا هذه ما بكاش حنا دوك الناس ما لقاش واش تخدم هو خادم وانت واش قلتي له ما كنتش قربوا لي غير ليزان يقربها لها مريضه قرب قدام الدار مليحه مليحه يخدم تحت الدار يا عاد الدار يا سبحان الله انا مريضه على بالي يدور شويه يدور لي البراف تاع تاع لازم نهار اللي يجيف صح ومن يكون ولدي حنا عباك بلي مشي هامل شافك عاقبه قرب قرب لها انا مقلبتي انا او فهمك بلاك مريضه لا انا قلبتي هاك مريضه فري اي صح لا انا الحق واش شايفك غير هكا هكا لا مريضه دي هاد وليش صحيح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا ما يسالش على كل حال ان شاء الله يتزوج ان شاء الله يا ربي وبعد كاش واحد يتزوج هكا يسمو مع عموده هي صح على غير كي تخلي يخدم عاد جديد هذا عاد جديد تسمى هاك شو كيف هو عاد جديد وتجيبوه من البشار لورا لا خدمه خدمه عنده شحال عنده دوكا خدمه عنده من 2010 من 2000 صعبه خمس سنين صعبه هذاك هو ان شاء الله ان شاء الله نديروا هكا نبداو البنك يعيط لك يديك الاقتراحات على بركه الله على بركه الله دوكا السلسله الاولى لازم نحلو 5 بوات داكوردو صحيتي وانا على بالي بلي انت ولا باش نحطو نحلوهم في جو ممتاز قال لك خالتي فاطمه شونسون دوموندي انت المعلم هاكا قريت لك في قلبك المعلم هو ربي وحنايا نتعلموا منه من دينا نتعلموا قال لك شونسون دوموندي قالت لك انا باش نحل لي بواط بيان اخي هكا وخاطش انا ويا المعلم ربي هو المعلم صح سي كلار كاش فوق ربي سي كلار سي كلار سبحانه سبحانه تفضلي افتحي لي 5 بواط
ايه كنتي من هيك في القنط، شحال سهله. سهله بزاف. ودوك يا كي هنايا باش نبدا دوك، تبداي بسليم وعلاش لا، تبداي بخوله ما على بالناش. حسين خلينا، قولي لي. صعيبه 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 يا الاولى، نقعد حتى الغدوه. خلينا نصبر شويه. انا صابري. خوله بنتي شهر. خوله بنت شهرازات. هذه صح، مش فاهمين باش تفهم الكود. انا شهر... عرفت نقرا انا السانك. شهرازات سانك، قولي لي غير سانك تيا. السانك شهرازات. مساء الخير. مساء صح فطورك شهرازات. يسلمك صح فطوركم. الله يسلمك، تفضلي شهرازات. اول علم. خليت امي انت في وهران، راني لقيت امي انت هنايا في ارضي. يخليك عمرك. الله يحفظك. ان شاء الله تكون مليحه. ان شاء الله. اول علبه تفضلوا نبداو. لاعب عليك. كان خوله. مساء الخير، من وهران مشينا لتبتة. عسلامة. عسلامة، صح فطوركم. صح فطورك. حلو. تفضلي. ماذا بينا؟ فاطمة اسمك زي اسم ماما، إن شاء الله تكوني مربوحة. إن شاء الله. تاني أوف، تاني بواط، عفوا. هيا زيدي لي وحدة. نحينا سانك ونحينا الكنز. خصوني ثلاثة. عجبتني كي عطاتها بتخمم هكا. دوز 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 دوز. شكون دوز؟ مصطفى؟ الحاجة حاجة. يا سيدتي. وعلى هذا وين بدات؟ صافي تربيان وسي رانا ملاحة. الاختيار راه يكون بون كور. اختيار تاعها موفق ان شاء الله. تفضل اخ مصطفى. واللي جات بغا جابها ربي هذاك هو. مرحبا بك. لا البداية كانت موفقة، راه تواصل الافراح. تواصل الافراح. رقم اثنين. نروحوا لارزيو. صح فطورك. شاهيناز. خاطي فاطمه معاه غادي نولي نرقص. يا ربي يخليك، ربي يفرحك. ان شاء الله خير. ان شاء الله. اي 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 معليش، واش جينا نديرو حنا؟ جينا نحوسو ناخذو مبلغ محترم باش نعرسو الطفل. مليار بزاف عليه ولا كاي واش خويا غير والله العظيم بصح شو بقى لنا؟ بقى لنا المبلغ الكبير اللي هو 500 مليون في اكتوبر نوفمبر ديسمبر اللي هو اكبر مبلغ. رقم 16 عجبتني بشيف استاذ شريف. خالتي فاطمه السلام عليكم. السلام. كي غايو؟ لاباس؟ تحياتنا لولدك اللي راه يشوف فينا. او عيط معلش او عيط اها او بيبا مش عيط معلش مش لي معليش انا ملاح عندنا اون بواط هذيك ما تهضريش عليها خلاص دير لك اللي ما راحتش كي اللي مازال كنت على المليار ديريكت لا 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 والله خويا كنت حجه والعرس صاي الحمد لله يا رب العالمين الله منيتو هذا واش بقى لنا احنا رانا لحد الان هاي نتفقت اليونيتي راحت هاي راحت اليونيتي دوك ها راحت ما عندناش حنا باش نعاودو حنا ما عندناش واش مديت البارح يا 10 ملايين مديت صدقت لك الله يسلمك صاب دورك الحمد لله حاضر اول عرض من طرف البنك قال لك في خاطرنا صوارن 69 ألف دينار جزائري 6 ملايين و 900 6 ملايين و 900 صح ما راح تبيها تضحك عليها هذه كما قال لك الاخر ياكلها بيستاش تشربها غير في كاس صالون تشربها غير كاطو ليمونات جو الله الله خاتي فاطمة رفضت العرض تاع البنك انتوما تواصلوا معنا ما تنساوش تبعثوا لنا رساله قصيره اس ام اس 6606 باش تدوا نصف المبلغ اللي يمكن يكون هنا في العلبه تاع خالتي فاطمه رقم 17 لحد الان اذا بقات منا الى غايه نهايه الحصه تاعنا هكذا نمشيو دوكا ونحلوا ثلث علب ثلاثه افتحي لي ثلاثه اذا مهبل بوك هي هذا 6 ملايين و 600 خلع فينا هذا امينه شكون امينه؟ امينه هيا يا امينه بسم الله من تيارت بلا ما نهضر لما تهضري تشوفي خليني نشوف انا قبل ما تهضري يا سيدي ديها هي كي هذه صح بلا ما تهضري
رقم 18 الاخ حسين، مساء الخير. مساء النور. طاب طول معكم صحه طول حسين. لا باس الحمد لله. لا باس، انا صايمين 14 يوم نتفكروا خوتنا اللي راهم مرضى في لوبيتال باش نسلموا عليهم كل ان شاء الله تكون مربوحه ان شاء الله. قولي لي برك تي لا جورني تاعك، لا جورني تاعك اكيد في اليوم يعني في الجورني تاعك في خدمتك في وهران في حياتك اليوميه هكذا في وهران. جو بونس في الكارتي تاعك هذا بالتومبيرامون اللي عندك بهذه العقليه باين بلاكي سيمباتيك في الكارتي باين بلاكي. كاع مارافال يبغوني. كاع مارافال. ولي بالمي خاطش انا جايه بين مارافال ولي بالمي عند النخله عند الرومبو تاع اللحم. صحيح. حنايا عندو حي النخيل لي بالمي. داكور. كاع يبغوني. صحيح. تقصي عليا نقول لك هذيك المرة. خالتي فاطمة وسيما. خالتي فاطمة. انا عجبتيني فكرتيني في ساركوزي كل خطرة ديري هكا. هاكا تشوفي او الميكرو هذا الميكرو هذا مجينيك اسمح لي ايا النقرة مين تجيني ديك النقرة نبغي نرقص تجيني بهالي تجيني بهالي تعبك هي تجيني تكوبيها تكوبيها شو لا ما تحشمش هي مسكينة هذا وين تبدا قولي لي زيدي لي علبة زيد خالتي سي محمد بياسة بياسة مولا الستورو وما تخرجيش على الباشا شابة ورا ورا هذاك مولا البوريك نادير ما تخرجش على الباشا حبة ليلة نادير درتي على نادير دوكا حبك من الارض ديومون قلت له شوف نادير خالتي فاطمة يا شوفي ما نندمركش خاطيني خاطيني انا دبرها لا لا معليش معليش خلصنا في الشهر تبقي توجور ميمتنا ان شاء الله يا ربي على الله على الله والله ما تشوف. معليش دوكا يحب يقول وي داكور البنك انا قال لك انا عرضت عليك 6,900,000 عرضت عليك ولها من يعني جاي ما تسقلقش صح لك عرضت عليك 6,900,000 قلتي لي راح شي بيوم ليموناضه واه صح قالك دوك انا في خاطر الهضره هذه انا راني عارض علي دوكا 16,900,000 ما شفتش اول مره ما شفتش ولا بقى انا مش خلاص كاع دارك عاود اشرب قهوه دير كارو ما عين ما ما مش قهوه مش قهوه مش قهوه مش قهوه ولا مازالو صايم بالك ما طيبت لاش مدام مفطور صح سامحيني ما رانا ما هي صح 16,900,000 لعبوا هنا ما دارت لاش مدام مفطوره زحفان راني نقول لك واه هذا نقول لك هذا انا نعطيك واه هذا المدام تاعو ما دارت لاش فطور ما دارت لاش قهوه دايره فيه الباطل هذا خلي السيدة فاطمة عرض عليها البنك للمرة الثانية مبلغين، المبلغ الأول 69,000 والمبلغ الثاني 169,000 دينار جزائري. قلت له يا سيدي هاكي رافضة وتخلي العرض، حنا نديروا ومضة إشهارية وأنتم نقولوا تواصلوا معنا باش تاخذوا نصف المبلغ اللي ممكن يكون في العلبة تاع خالتي فاطمة، ابعتونا رسالة قصيرة 6606 بور لي تخواز أوبيراتور بالمبلغ تاعها ويبانكوش على الصور، داكور؟ سامارك تفهموا لا فيب؟ في اي حلقة ولا بتواصل معكم في يدي ولا قلي لهذا وثاق بينا نقول لكم عسلامتكم راكو على شلو تي في راكو في عدد واحد اخر وجديد تاع ادي ولا خلي في العدد هذايا هاي معنا خالتي فاطمة من مدينة وهران اللي هي رفضت مرتين العرض تاع البنك اللي هو المرة الأولى عرض عليك مبلغ تاع 69,000 دينار جزائري وبعدها تطلع
زاد لك 10 ملايين فوق اعطي. قلت له يا ودي اسمع جاب لي ربيته ما زمس قهوج مصاريف، احنا حلينا علب في المستوى اكيد وصحنا وحلينا اكبر مبلغ اللي هو 10 ملايين سنتيم، 10 ملايين دينار عفوا مليار سنتيم، وينما بقى مبالغ محترمه. بصح قولك حاجه خالتي فاطمه، طونك ما ينحيناش 500000 راك منشار 50000 100000 هادو، يبقى البنك يقدر يعرض عليك عروض شغل يكون شويه اون بوزيسيون دو فورس. حنا مادامين نتهناو منهم بعد ما انت رفضتي المره الثانيه العرض تاع البنك، الان المرحله واحده اخرى ناوي تحلي تلت علب. انتوما تواصلوا معنا وبعثوا لنا رساله قصيره 6006 لي تروز اوبيراتور باش يشاركوا معنا وتحصلوا على نصف المبلغ اللي يمكن يكون هنا في العلبه تاع خالتي فاطمه رقم 17 لحد الان ممكن تغير العلبه. تفضلي خالتي فاطمه افتحي لي 3 بواط. نفتحوا ال 22. نفتحوا ال 22. الاخ حمزه من عنابه. شو حمزه شوف شوف شفت فيبرر. الحمد لله فيبرر. قلنا فيبرر. نيساك. شفت هذه؟ شفت هذه؟ شفت شفت هذه؟ اسمع وحمزة كي قلت لك جيبها فيبرار على بالي، جيبها فيبرار، زيدي لي وعدة وباقي زوج. خير. حل؟ خير. 13 امين. امين يا امين. خالتي فاطمة. ان شاء الله نكون. ان شاء الله يا رب. ربونا عليك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شوف سفيان. طفي النار برك. طفي النار برك. شوف. طفي النار برك. يا صاحبي. على حسبي انا. امين ايش عندك هاك معنا؟ امبارح امبارح دوجور دوجور. اش حليت بوا ديجا؟ حليت تاع 20 مليون 200000 دينار. واليوم شحال اليوم في ميزكان؟ ان شاء الله اقل، ان شاء الله اقل منها اقل. ياسا يا درني يا درني يا درني هيا درني يا درني يا درني هيا كوفي كوفي. هذه هذه لازمنا هضره هذه. درني يا درني يا هكذا هي راهي هكذا. حلي بواطه حلي بواطه با قلنا لك با يا با صاحبي شنو هذا كنت ما عرفت في فاطو رحتي عند سفيانة. اي لا قال لك واحده حبه كيما انا مكاش كاش يا ديري على بالي بلي مكاش هذه ثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. علاه 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 بسم الله يا رب. اسمع سمعت بها العرض هذه هاكي معروضه كي تزوج ديك الموديل هذا يطول ما كاش عام ما كاش عام يا حي. ما فهمتش قلنا دير النية دير النية سيدي مشي مع المرة دير النية داخل علينا ثقيل ثقيل هاك. دير النية قلنا لك دير النية صاحبي هاك تمشي غير ثقيل. قابلنا 500 50000 100000 500000 57 5 بوات و 5 بوات هادو ما رحنا لابال يلم ليك معليش كلشي مقبول. وين كنت تاكلنا نحلوا لي بوات مليح وين كنت؟ واش ندير؟ قتلنا
مرحلة واحدة أخرى تاع نفتحوا تلت علب. قبلها اتصال تاع البنك. عرض عليك في المرة اللي فاتت 169,000 دينار. 16 مليون و900. دوكا عرض عليك 18 مليون. دوكا. خلي. خليني نفهمك نشرح لك باش ما تقلقش. عرض عليك 6 مليون و900. يا ودي ما سقهويتش وكذا راح تزعق معليش. بعد عرض عليك 16 مليون و900. المرة الثالثة هذه ما زادش بزاف ولا ما نقصش بزاف. أو تما يدور. قال لك 18. والو مارشالي مهرسة يعني. أدي ولا خلي خلي. خلي. حلو دوكا سلسلة تاع تلت علوم وانتوما تشاركوا معنا من خلال البعث رسالة قصيرة 66-06 المبالغ اللي بقاونا مبالغ ملاح قلنا 300 مليون 200 مليون 100 مليون 50 مليون 30 مليون هذو كامل محترمين جدا ابعث رسالة قصيرة ممكن تحصل نصف المبلغ اللي ممكن يكون هنا في العلبة تاع السيدة فاطمة هاي السيدة فاطمة دوكا واش نديرو؟ نفتحوا الآن نفتحوا؟ نفتحوا مادي بي زي داش هاي يا سيدي نفتح انت فاطمه صافا الحمد لله ولدي هيا بون كوراج ميرسي شحال تقولي زعما فيها ديك تبع الله مئة مليون سنتيم ولالا ولالا بدنا ندخلوا في لوطوروت بدنا ندخلوا في لوطوروت حلي زيدي لي زوج علب زيدي لي زوج سخر لنا في الزرقين سيس سيس سليم أنا من معسكر هذا وين جا الاخ سليم اول علبه ديالو اول حقبه راح يفتحها اخ سفيان بريمير فوا فتح مليار ديرك اظن ان الخالتي فاطمه تستوغى في منطقه الجزائر وي جو بونس كو وي جو بونس كو وي اكثر من منطقه الجزائر سوري خلينا نتفاهموا على حاجة باينة كي نحلوا سلسلة تاع دي بواط ملاح يبقاو دو كروس بواط سي نورمال كون نطيعوا فيهم سي لوجيك ما بقاوش بزاف لازم فريمون إحساس شباب باش تدينا دينا ال 50000 و 500 وما نقيسوش هذوما 50000 زيدي لي وعدة زيدي لي وعدة قبل ما يعيطنا البنكي 14 زك زكريا زكريا يا زكريا السلام عليكم صباح طورك زكريا صباح طورك كريستيانو ارماندو غير انا غير انا اللي بقيت هنا في الرونجي في الرونجي هذيك سمع بالك حليتي دي بواط كامل هنا كانوا كاع على لاباس دراهم كاع من هيك يا شيخ وراه المليار وين حلينا المليار في الدو اه معليش هاي تفضل تعالي غير شويه بكا تفضل سياسي ولا الماء قلت ليه؟ سياسي 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 مريض السياسي الآن كما رانا نشوفوا عندنا ربع علب ماشي ملاح وربع علب ملاح ولا بريمير فوا طحنا في هاد ليغاليتي كات كات لا بريمير فوا طحنا فيها ربع علب لي ادروات كامل ملاح 5 ملايين 30 مليون 50 مليون 200 مليون وهنا ربعه ماشي ملاح كات كات انا نديرو في الطاكتيك اللي نتفاهم فيهم ها اسمح لنا صحة صحة يا ربي حقار الله حقار العرض الاخير تاع البنك واش كان يقولنا شحال قالنا 18 مليون هاد الخطرة درنا عرض واحد اخر دراهم توجور ماشي الزيت 17 مليون قال لك مليون عندي شغل قال عندي شغل مليون 17 مليون 18 17 البنك سيدة فاطمة أو بالأحرى خالتي فاطمة
يقترح عليك ويعرض عليك مبلغ 17 مليون، العرض هذا تديه ولا تخليه؟ 17 كاع ماشي دراهم. اها تدخل صخور في لاميريت وما ولا؟ مليون و500. مليون و500 خرصي تقول لي 17 مليون ماشي دراهم. تزوجيش ولدي. اه داكو. تسمى انت لوبجيكتيف تاعك انه هو تتحصلي على المبلغ مليح يعاونك يعني في تحت هذيك يعني تمشي افون. انا ما عجبني تما. نعم؟ انا ما عجبني تما. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ما في ربي. بارك الله فيك. يعطيك الصحة، هذه هضرة شابة. هذه هضرة شابة. ما تساعدنيش. تدي ولا تخلي؟ حوت ادعوا له وانتم تراسلوا معنا في 6006 لي تروز اوبيراتور تبعثوا رساله اس ام اس رساله قصيره ل 6006 باش تحصلوا على نصف المبلغ اللي ممكن يكون في العلبه هذه ولا علبه اللي ممكن تغيرها خالتي فاطمه راني بيان داكور نبعثوا دوكا ونتواصلوا معاك وقولي لي لازم نفتحوا كيف كيف ثلث علب ماذا بينا تكون في العلب اللي نهضروا عليهم لا بروميير فوا في الحصه هذه من دار من دار طحنا انيغاليتي بارفيت بين المبالغ محترمين والمبالغ الصغار لا بروميير فوا دونك 4 يحب يقول لازم نجيبوها بيان بيان الفيلينغ الزهر الاحساس هكا برك وصاي وكل شيء بالمكتوب تفضلي خالتي فاطمه قولي لي واش قولي لي انا نسكن هنا انا راح ندير هنا ريزيدونس ديروا ريزيدونس انا ريزيدونس هنا انا الكوتي غوش هذا كاع فتحنا كامل لي بواط عندك 3 الكات او 7 الويت 9 10 11 ما فتحناهمش كاع هادو حبيبنا حسام قمر الزمان سيده مريم سي حميد ونور اليقين ونبداو من ورا نفتحوا 11 نفتحوا 11 لا بروشان لازم تفتحيها لازم تكون مليحه باش نقعدوا في ليغاليتي رقم 7 سي حسام مساء الخير مساء النور صحة فطورك صح فطورك سي حسام ما تقلقش خويا شوف فينا حنا وانت زاده خويا خالتي فاطمه راهي معاك وما تتقلقش مهما كان المبلغ راح يكون في العلبه تاعك ان شاء الله يكون متواضع مش مشكله حنا املنا انه يكون في المبالغ نحوس عليهم باش يديروا ليغاليتي ولا ما كاش مشكل خويا هكا خويا حسام في الفير ان شاء الله ان شاء الله تفضل خويا اي 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 سيبو معليش سيدي لي وحده هاي معليش حنا نعاونو تفضل باش تعرس برك معليش مش مشكل بقاونا 30 مليون سنتيم ما نتوشيوهمش برك وين راهو تروح سي محمد تفضل السلام عليكم سلام صحتكم ان شاء الله يكون يا زرقايا يا زرقايا خضرا خضرا ان شاء الله يا زرقايا خضرا
البنك في اتصاله الان في الطو كما يقول يقتل عليك كما يقول هو كيعيط لقبيلات وقلت لك نعطيك 16 مليون 900 قلت لي ما فطرتش الماده ما طيبت ليش قال لك دوك انا نقول لك انا نقتر عليك مبلغ 16 مليون و900 نعاود نقول خليك تريحي خمي وما تقلقيش مش ما دابين احنا ندي معك شويه فلوس تروحي الوهران اقعدوا معنا نتلاقاو بكم نتوما بعد الفاصل وما تنساوش ترسلونا 66016 باش تدو نصرو المبلغ ممكن تحصل عليه السيدة فاطمة مقادنا 300,000 دينار جزائري كأكبر مبلغ هكذا ونمشي هكذا ونتلقى فيكم في مبلغ بقى من المشوار من أدي ولا خليه البنك لهذا والتحق بينا راكو في الجزء الثالث والأخير من حلقة سهرتنا نهار اليوم في أدي ولا خليه معنا خالتي فاطمة جاتنا من وهران خالتي فاطمة كانت بدايتها شابة ومن بعد داوي الامور كما يقولوا صعب 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 لحقنا الى حد لاول مره في الحلقه هذه ويكون ايغاليتي بين المبالغ المحترمه والمبالغ شويه ضعاف الى غايه ما فتحنا من بعد مالوريزمون علبتين واحده فيها 200 مليون وواحده فيها 100 مليون ومشى الامل وغيرها قالنا اكبر مبلغ 30 مليون سنتيم اتصل بك البنك واعطاك نفس العرض اللي عطاه لك لا بريمير كوا قال لك يا ودي نعاود ناكد لك العرض تاعي 16 مليون و900 تدي ولا تخلي ادي ولا خلي حبيبي ندي نعم ندي 1 2 3 مبروك عليك 16 مليون و900 لخالتي فاطمه ونعاودو دوكا نفتحو لي بواط باش نعرفو الى خديتي القرار الصائب اليوم رايحه بالفلوس ليه كان خير موال هكذا سعلات افتحي لي دوكا لي بوات اعطيني واش تخيري دوك لازم تفتحي دو بوات كات الكات الياس صافطو لك الياس صافطو وي صحيت الياس روح تري بيان زيدي فتحي لي بوات سويت سويت كنتي انت كيف فتحتي لابواط تاع الياس كنتي زعما صح راح تفتحي تاع قمر الزمان ولا شغل راكي طونشيني برك؟ لا طونشيني راكي طونشيني بارك الله فيك شكرا على الصراحه بارك الله فيك لابواط تاع اللي فتحناها تاع الياس كان فيها 750 روعه شوفوا تاع قمر الزمان صح فطورك صح فطورك صحتك خالتي فاطمه سلمك 16 مليون و900 درهم بيان سور كاين اللي راح فرشيطه نيهاو كاين اللي راح بورك لابواط تاع قمر الزمان كان فيها عرفتها كنت حاسة بلي ما عندكش بزاف هي كانت بصباغي تخليك تالية في بالك سير كان راح يجيك أبل من عند البنكي كان راح يجيك رسمي بين زوج ومن بعد يجيك أبل من البنكي البنكي دوك يتصل بينا وراح يعطيك العرض اللي كان زعما راح يمدهولك حنا دوك خلاص دينا باش نشوفوا برك الناس تفهم برك لو جو داكور كان زعما مازال كيتلعبي راه حيعطيك العرض هذا وي اها اها دار قال لك انا في هذا الوقت كنت راح نعطيك 20 مليون نو معليش باش نفهمك برك راح نعطيك 20 مليون انت كنت راح تقبلي ولا ترفضي شوف بحال لك 5 ملايين 30 مليون و 500,000 امون افي كنت راح تقبلي صح باسكو 20 مليون راه يفوق لي دو هذوك الزوج شغل اون شونس سور 3 تقبلي 20 مليون من بعد ناكدوا الخبر باش نعرفوا واش كاين نحلوا اون بوات خلي لي زعما تعال نحلوا الديسك تحلوا الديسك فوالا تفضل استاذ حميد فوالا تلقاي فيها 500,000 دونك واش يبقى لك كنت حتقعدي تي ومدام مريم راس راس 30 مليون ولا 5 ملايين سنتيم داكوردو صحيح هنا يعاود يعيط لك البنكي هلا ويقول لك يقول لك باينه بدلي
وانت واش كنت راح دير؟ شوف هكا نبدل. تبدلي؟ بالصباح هي قاعده فوق الطابله تاعك من الصباح تبدلي. نسقسيك برك نتعلمه. دوكا زعما بقات غير راسي باش يولي. خاطر مانيش عارف المبلغ وينه اللي راه عندي. سي نورمال. مانيش عارف المبلغ لا كبير ولا صغير. سي نورمال. دوك يقول لك بدلي كنت راح تقبلي ولا لا؟ لا كان يقول لك لا ما نقبلش لاخاطش علاه. انا خارجه في الربح حاجه في الربح. خارجه في الربح ما تقبليش. ما نقبلش. لا لا كنت قابله تقبلي باسكو 5 ملايين ماهوش 30 مليون. وا بصح كيقعدوا غير زوج. داكور شوفي مدام. خليها هكذا. خليتها. ميرسي. صحة. دونك كنت راح تبقى طابلة بواطة بواطة. عندي. وانت شحال؟ خديتي المبلغ اللي اقترح عليك البنك شحال خديتيه؟ 16 مليون و 900 قبلتي. نفتح انا نقول لك شحال عندك في لابواط تاعك باش نعرفوا اذا جبتي الجواب صحيح ولا لا. تسمى ماشي تجاوب تسمى تقول اذا تي لو بون شوا الاختيار مخي صح؟ شوفوا كيف كيف؟ ها شحال عندك بواطة تاعك؟ 30 مليون سنتيم. مي سي ان جو وتروحي بالدراهم خير ما تروحي بفرشيطة ولا تروحي ببطاطا ولا تروحي ب كاين واحد راح باش كاين واحد راح بديون تروحي بديون ما جاياش انت المعلم ابعث لي انت المعلم خويا وبارك الله فيك وشكرا لك يا خالتي فاطمة وصحة رمضانك وكل عام تيا بخير صايتي ان بليزير تعاودي تزورينا في واحد اخرى ماشي في حساب ولا في حاجه واحد اخرى ان شاء الله يا والحق درتينا لومبيونس يعطيك ما تمناي حنا نقول لكم كامل تهلاو في رواحتكم تلاقاو بكم نهار واحد اخر ما نساوش بلي خالتي فاطمه ربحت 16 مليون و 900 تربحها وتقسمها مع لو فانكر اس ام اس لاعبي دار الاسمود الان حاليا في الصوره اليس كذلك سلمينا على الطفل وعطيه بالمكتوب بارك الله فيك تفضلي خالتي فاطمه الى غايه نهايه الحصه تاعنا هكذا نمشيو دوكا ونحلوا ثلث علم ثلاثه افتحي لي ثلاثه نعم مهبل بوك هي هذا 6 عام 600 يخلع فينا هذا امينه شكون امينه؟ امينه هيا يا امينه بسم الله من تيارت بلا ما نهضر بلا ما تهضري تشوفي خليني نشوف انا قبل ما تهضري يا سيدي ديها هي كي هذه صح بلا ما تهضري رقم 18 رقم 18 الاخ حسين مساء الخير مساء النور السلام عليكم صحه طول حسين لاباس الحمد لله شوية. لا بس انا صايمين 14 يوم نتفكروا خوتنا اللي مرضى في الاوبيتال باش نسلموا عليهم كل ان شاء الله تكون مربوح ان شاء الله قولي لي برك تي لا جورني تاعك لا جورني تاعك اكي في اليوم يعني في لا جورني تاعك في خدمتك في وهران في حياتك اليوميه هكذا في وهران جو بونس في الكارتي تاعك هذا بالتومبيرامون اللي عندك بهذا العقليه باين بلي راكي سيمباتيك في الكارتي باين بلي راكي كاع مارافال يبغوني كاع مارافال ولي بالمي خاطر انا جايه بين بين مارافال ولي بالمي عند النخله عند الرومبو تاع الاخر صحيح حنا عندنا واحد النخيل لي بالمي داكور كاع يبغوني صحيح تقسي عليا نقول لك هذيك المره خالتي فاطمه سي بون خالتي فاطمه انا عجبتيني فكرتيني في ساركوزي كل خطره ديري هكا هكا تشوفي او الميكرو هذا الميكرو مجينيك اسمح لي هاي النقره مين تجيني ديك النقره نبغي نرقص حيجي تجي جيبها لي تعبك هي اللي تكوبيها تكوبيها شو عليها؟ ما تحشمش هي مسكينة هذا وين راه تبدا قولي لي زيدي لي علبة زيد خاطي سي محمد بياسة شوف بياسة مولا ليستوروم وما تخرجيش على الباب شابة وراه وراه هذاك مولا البوريك نادر ما تخرجش على الباب حبة ليلة نادر درتي على نادر دوكا عباك من ارض يومور قالت له شوف نادر ما تخرجش على الباب خاطي فاطمة يا شوفي ما ندمركش خاطيني خاطيني انا دبرها لا لا معليش معليش خلصها في الشهر تبقي توجور ميمتنا ان شاء الله يا ربي على الله على الله والله ما تشوف
معليش معليش دات معليش واحد عنده درويبات ايوه ايوه دوكا يحب يقول وي داكور البنك انا قال لك انا عرضت عليك 6,900,000 عرضت عليك ولها من انا جاي ما تسقوقش لك عرضت عليك 6,900,000 قلتي لي راح شي بيوم لي مناضه واه قالك دوك انا في خاطر الهضره هذه انا راني عارض عليه دوكا 16,900,000 كل ما قال انا مش خلاص راه دارك عاود اشرب قهوه دير كارو ما عي ماما مش قهوه مش قهوه مش قهوه مش قهوه ولا مازالو صايم بالك ما طيبتلاش الماده من الفطور صح سامحيني ما رانا ما هي 16,900,000 لعبوا هنا ما دارتلاش الماده من الفطور راه زحفان راني نقول لك هذا انا نقول لك هذا انا نعطيك هذا المدام تاعو ما دارتلاش الفطور ما دارتلاش دايره فيه الباطل هذا خلي السيدة فاطمة عرض عليها البنك للمرة الثانية مبلغين المبلغ الأول 69,000 والمبلغ الثاني 169,000 دينار جزائري قلت له يا سيدي هاكي رافضة وتخلي العرض احنا نديرو ومضة إشهارية وانتوما نقولوا تواصلوا معنا باش تاخذوا نصف المبلغ اللي ممكن يكون في العلبة تاع خالتي فاطمة ابعتونا رسالة قصيرة 6606 بور لي 3 أوبيراتور من مفتاحها ويبانكوش على السطور داكور سامارك تقوموا لا بيب لا في اي حلقة ولا نتواصل معكم بيدي ولا قلي لهذا وثاق بنا نقول لكم على سلامتكم راكو على جولو تي في راكو في عدد واحد اخر وجديد تاع ادي ولا خلي في العدد هذايا هاي معنا خالتي فاطمه من مدينه وهران اللي هي رفضت مرتين العرض تاع البنك اللي هو المره الاولى عرض عليك مبلغ تاع 69,000 دينار جزائري وبعد هذا طلع زاد لك 10 ملايين فوقها قلت له يا ودي اسمع جاب لي ربي تم زمس قهوتش مي صاري احنا حلينا علب في المستوى اكيد وصحنا وحلينا اكبر مبلغ اللي هو 10 ملايين سنتيم 10 ملايين دينار عفوا مليار سنتيم وينما بقى مبالغ محترمه بصح نقول لك حاجه خالتي فاطمه طونك ما نحيناش 500,000 راك منشار 50,000 100,000 هادو يبقى البنك يقدر يعرض عليك عروض شغل يكون شويه اون بوزيسيون دو فورس حنا مادام نتهناو منهم بعد ما انت رفضتي المره الثانيه العرض تاع البنك الان مرحله واحده اخرى انا وتحلي ثلث علب انتوما تواصلوا معنا وبعتونا رساله قصيره 6606 لي 3 اوبيراتور باش يشاركوا معنا وتحصلوا على نصف المبلغ اللي ممكن يكون هنا في العلبه تاع خالتي فاطمه رقم 17 لحد الان ممكن تغير العلبه تفضلي خالتي فاطمه افتحي لي 3 بواط نفتحوا ال 22 نفتحوا ال 22 الاخ حمزه من عنابه شو حمزه شوف شوف شفت فيبرر الحمد لله يعني. فيبرر قلنا فيبرر نيشاك شفت هذه شفت هذه شاف شفت هذه اسمع وعمزة كي قلت لك جيبها فيبرور على بالي جيبها فيبرور زيدي لي وحده وباقي زوج سيداتي اوانيتي وسادتي مساء الخير عليكم مع سلامتكم معنا مرحبا بكم صحة شيفتكم صحة قهوتكم مع سلامتكم في عدد واحد اخر وجدي تعدي ولا خلي صابا طلعنا شويه المورال البارح خرجنا من انكانيو 100,000 دينار جزائري بتاع خير ما ديك لابيريود كحله كنا نشوفوا فيها بالك صابا ديماري بالك لا ماشين با ديماري قول ان شاء الله بالك اليوم لا ماشين با ديماري هي على كل حال للتذكير الماكينه مشات طري بيان راني بيان داكور مشات بيان لي 3 4 بريمي جور خرجوا ديسوم هبال ما لحقناش ل 500 قريب شويه ما انما خرجوا ديسوم محترمين بال 100 بال 200 بال 220 وغيره وغيره ومن بعد دزنا هاد لابيريود هادي بالك بالبارح الفال تاعنا وعلى حنا نقول لك نشكروا الاخ يوسف
اللي هو كان الفائز تاع الامس، ونحيو ايضا صاحب الرساله القصيره الاس ام اس اللي هو الاخر تشارك مع هذاك المبلغ، والفال بدا يقلع عليهم. زيتون فور اكو لاباس سمتو بيان سي بيان الحمد لله. اعطونا تحيه للاخ سليم، مساء الخير الاخ سليم لو نوفو فوني. معكم الاخ سليم لا ولاد ماسكارا من معسكر. شو يعني تي اون ايكول سوبيريور دو نسونيمون اي او ميم طون اون فاكولتي داركتيكتور. الله تسمى دو فاس. الله سبحان الله العظيم خويا. تسمى خادم في جوج جامعات، كيف تروح تقرا منا شويه تروح تقرا منا شويه؟ لون لاني باسي ما قريتش الاركتيكتور، بلوكيت لاني تاع الاركتيكتور لقيت لونسونيمون، مي هاد السنه ان شاء الله نقراهم للجوج. الله يبارك الله يبارك. من معسكر تحياتنا ناس معسكر هما الاخرين اللي يتبعوا فينا. حنا ليكيب تاعنا مازال هي مازال كيلكو زيليمون مازال ما خرجوش. دي نوفو فوني جاو ودوت واحد اخرين ما جاوش. حنا دوك نديرو كيما البارح مع تحياتنا للمحضر القضائي وقعد معنا السيد خير الدين هو الاخر هو راهو يتبع كامل لا بروسيدور من بدايتها لنهايتها وراهو ياكد لكم انه انا ما عندي علم اذا كان فيه اي مبلغ ما نعرفش واش كاين داخل لي بوات ما عنديش علم. هذه وحده. وهو اللي حط المبالغ والبنكي وصحاب البنك اكيد هما عندهم المعلومه باش يتفاوضوا معاكم. سي لوجيك سي لا ريك دو جو. نبداو احنا دوكا بالاختيار. البارح قلت زكريا واش دير ستوب لورديناتور، انا هذا الخطر خليها الاستاذ سليم. استاذ سليم لو نوفو فوني دوك انت واش دير لورديناتور كي يبدا انت تقدر تقول له ستوب وقت ما انت حبيت. داكوردو؟ داكورد. ها يا سيدي ابعثونا لورديناتور سي فو بليس سا كومونس كيما تحب سليم. ستوب ستوب 17 هاي الحاجة فاطمة قال لك مين بدات مين بدات معلي نتفاهموا على حاجة إلي قم بعد تروح تسلمي لي على سالم يا اخي انت درت ستوب ماشي احنا خاطينا صح سيدي حاجة فاطمة ملي جات وهي قالت لك انا وقتاش وقتاش وخلوني نروح خلوني نروح ها يا سيدي ها ها وانت قلت لك باينة باينة هي اليوم يا غدوة تبان 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 صحيح ديروا هكذا نتعرفوا على الحاجة فاطمة صورة وصوت ابعد هذه تبع نناش فاطمه المعروفه بين المشتركين بخالتي فاطمه تبلغ من العمر 59 سنه من ولايه وهران عامله في البلديه اذا ربحت المليار حابه تدير حجه وتزوج وليدها دي خالتي فاطمه ومن بعد نبعثوا لك اغنيه تاع خالتي فاطمه كي راكي؟ الحمد لله السلام عليكم لاباس شويه؟ الحمد لله صاي دوكا باك التيلي سبيكتاتور المشاهده والفك صاي دوكا على دار في باله بلي صاي ما تسمم اليوم ما تشوفوا خالتي فاطمه البركه قاعده انا في البلاط بليز يا بيبليك انتوما وفوتنا هذا معاكم هذا الشهر تاع رمضان الله شويه تاع شهر رمضان اليوم انا في 14 ايه كومين انا بدينا نخرجوا منه صاي بدينا نخرجوا والمهم ان شاء الله قولي شكون اللي غاطك كاع؟ عمي الشريف عمي الشريف اكلي عمي اكلي صح اكلي بني جبانه ولاد سيتي فاه بني جبانه كبير مسكين و زيدين زهره الله غالب كان واحد انا شفني فور جمال جموي جمال شفتو جمال دوك دوك جمال سلموا عليه سلموا على جمال صح صح وذاك عنابه ثاني اسمه رب لي مسكين صح تاع عنابه هذاك بصح قولي لي حاجه انت على بالك كيما احنا كيما التيلي سبيكتاتور كيما اللي يبعث الاس ام اس بلي هذه لعبه لعبه يا غاليا بيردي يا يعطيك عاودي لي هذه 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 يا غاليا بيردي يا نعم يا غانيو يا بيردي يا ها يا غانيو يا بيردي لعبه انا نلعبو كيما دومينو يا راه هذه الدومينو صايب حنا دوك المبالغ راكي تعرفيهم القانون تعرفيه من 500 حتى ان شاء الله المليار سنتيم حنا واش نديرو الى حاجه غابت لك ما فهمتيهاش سقسيني انا هنا في الخدمه بارك الله فيك هاكي عاودي هادو ما عندكش دروا برك تهضري مع لي كونديدا ولي كونديدا ما عندهمش دروا بيان سور ياثروا عليك هذا هادو واعرين هادو واعرين وينهم الحموره لا مش حموره لا هادو واعرين انا صافي كي بانوا لي واعرين بانوا لي واعرين 500 1000 فراك خمس هادو على بالك يولوا واعرين باسكو لازم تجبدهم وصامتين انا متفاهمين البنك يعيط لك تي عاودوا نذكروا المشاهد الكريم اللي هذا التحق بنا انه خالتي فاطمه تخدم في البلديه هكذا قلت لي الله يبارك بلديه
وهران لا غوند كو تاع كونتور في بالمي مارافال في لي بالمي مارافال الله يبارك. انت قلتي لنا باللي عندي الهدف تاعك ان شاء الله جيتي باش تحصلي على مبلغ مالي محترم من خلاله حبيتي تمديه وتعاوني به وليدك 30 عام باش يتزوج وروح الحج تعطيها بحجه ان شاء الله. ان شاء الله يا خويا ان شاء الله صباص رياليزي وطفل سيدي نعرسوا له ان شاء الله يا ربي وكل شيء بالمكتوب ان شاء الله. وني بيان داكور وين من عندكم منا بتي بازا. واش هي هذه؟ هذه العروسه. العروسه؟ اه قولي والله والله لا بتي بازا. زعما دوك نحلوا القوس الصغير بتي بازا بتي بازا. بتي بازا كيفاش يعني؟ مانيش عارفه. وهذيك الحياه ديك القابصه اللي هم دايرينها ويقعدوا يديروها هكا. اه صح هذيك القابصه. تما خرجت تي بازا. خرجتني شوف انا السيد انا من وهران واش يخدم؟ يخدم؟ هو يخدم في بشار. الله الامن يخدم في بشار وفي الامن قابصه في بازا هذاك هي سي لوجيك قابصه صغيره هكا قابصه صغيره تك 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 فيها صوالح واعرين بالزروق فيها صوالح واعرين حتى جالك حتى جالك قال لك يا ودي انا حاب نحط اليد ومنا ها هيا قلت لها يا اخي مخفوا له الامور ولا ما خفولوش قولي لي لا هي متفاهمه معاه متفاهمه بصح كاع يليق هنايا وشنو؟ او فاميليا ليق العرس ليق العرس ليق العرس وبغى يقعد عامين مسكين يقارع الى يمروحها ها واش يصبره هو دوكا في بشار يخدم سيكيوريتي خيز حال خيز 13 امين امين يا امين خالتي فاطمه ان شاء الله نكون ان شاء الله يا رب ربنا عليك ان شاء الله ان شاء الله يا رب شو سفيان؟ طفي النار برك طفي النار برك يا صاحبي بلاموس امي ايش عندك هاك معنا؟ امبارح دو جور؟ دو جور ايش حليت بوا ديجا؟ حليت تاع 20 مليون 200 ألف دينار واليوم شحال اليوم في ميزكال؟ ان شاء الله اقل ان شاء الله اقل منها اقل يا درني يا درني يا درني يا درني يا درني يا درني يا كوفي 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 هذه لازمنا هضره هذه درني يا درني يا راي هكذا حلي بواطه حلي بواطه فا قلنا لك فا يا فا صافي وشنو هذاك تخدمي مع في فانتا رحتي عند سفيانة اي نو قال لك واحدة حبة كيما انا ما كاش كاش يا دير على بالي بلي ما كاش هادي ثقيل بسم الله الرحمن الرحيم حلا 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 ومهما شكاين هنا راكي معروضه عندي كي نتزوج ربي يخليك بسم الله يا رب اسمع سمعت بها العرض هذه راكي معروضه كي تزوج ذوك الموديل هذا يطول ما كاش عام ما كاش عام يا حي ما فهمتش قلنا دير النية دير النية سيدي مشي مع المرأة دير النية داخل علينا تاقيل تاقيل هاك دير النية قلنا لك دير النية صاحبي هاك تمشي غير تاقيل قابلنا 500 50000 100000 500000 750 5 بوات و 5 بوات هذوما رحنا لابالي اللي مليك معليش كلشي مقبول ها وين كنت تكون نحلوا لي بوات مليح وين كنت واش ندير قتلنا مرحلة واحدة أخرى تاع نفتحوا ثلث علب قبلها اتصال تاع البنك عرض عليك في المرة اللي فاتت 169 ألف دينار 16 مليون و 900 دوكا عرض عليك 18 مليون
دوكا خلي خلي نفهمك نشرح لك باش ما تقلقش. عرض عليك 6 مليون و900 يا ودي ما سقهويتش وكدا راح تزعق معليش. وبعد عرض عليك 16 مليون و900 المرة الثالثة هذه ما زادش بزاف ولا ما نقصش بزاف او تما يدور قالك 18 والو مرشالي مهرسة يعني ادي ولا خلي 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 حلو دوكا سلسلة تاع تاج علوم وانتوما تشاركوا معنا من خلال بعث رسالة قصيرة 6606 مبالغ اللي بقاونا مبالغ ملاح قالنا 300 مليون 200 مليون 100 مليون 50 مليون 30 مليون هذو كامل محترمين جدا. ابعث رسالة قصيرة ممكن تحصل نصف المبلغ اللي ممكن يكون هنا في العلبة تاع السيدة فاطمة. هاي السيدة فاطمة دوكا واش نديروا؟ نفتحوا الآن نفتحوا؟ نفتحوا مادي بي زي داش. هاي يا سيدي نفتح انت فاطمه صافا الحمد لله ولدي اي بون كوراج ميرسي شحال تقولي زعما فيها نكتبها الله مية مليون سنتيم ولا لا بدنا ندخلوا في لوطوروت بدنا ندخلوا في لوطوروت حلل زدي لي زوج علب زدي لي زوج سخر لنا في الزرقين سيس سليم انا من معسكر هذا وين جا الاخ سليم اول علبه ديالو اول حقبه راح يفتحها اخ سفيان بريميا فوا فتح مليار ديرك اظن ان الخالتي فاطمه تستوغى في منطقه الجزائر وي جو بونس كو وي جو بونس كو وي اكثر من منطقه الجزائر سوري غنتفاهموا على حاجة باينة كي نحلوا سلسلة تاع دي بواط ملاح يبقاو دو كروس بواط سي نورمال كون نطيعو فيهم سي لوجيك ما بقاوش بزاف لازم فريمون إحساس الشباب باش تدينا دينا ال 50000 و 500 وما نقيسوش هادوما 50000 زيدي لي وعدة زيدي لي وعدة قبل ما يعيطنا البونكي 14 زك زكريا زكريا يا زكريا السلام عليكم صاحب طرق زكريا صاحب طرق كريستيانو ارماندو غير انا غير انا اللي بقيت هنا في الرونجي في لارونجي هذيك سمع بك خليتي دي بواط كامل هنا كانوا كاع على لاباس درهم كاع عمل هيك يا شيخ وراه المليار وين حلينا المليار في الدو اه معليش هاي تفضل سياسي ولا المو قلت لي سياسي سياسي الان كما رانا نشوفوا عندنا اربع علب ماشي ملاح وربع علب ملاح ولا بريمير فوا طحنا في هاد ليغاليتي كات كات صح 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 نشكر الامن الوطني خاطر ولدي في الامن في الامن هو في الامن لا قلت في قلت لي عمال يخدم في الامن الوطني الامن الوطني انا واش فهمتك فهمتك بلي يخدم زعما في كاش سوسيتي يخدم لا سيكوريتي في الأمن لا هو في الامن الوطني الامن الوطني تحياتنا لكامل الامن ونشو نطلب مسيو هامل اها ان شاء الله يقربه لي راه بعيد عليا يقربه لي عندي خاطر انا مريضه ازماتيك اش ما تقوليش احنا نعاونوك حنايا فارس ها دوك بعتيها لمسيو هامل مسيو هامل فوالا نشكر الامن الوطني ونشكرك ونطلب انا ازماتيك مريضه وعندي غير الولد الوحيد في حياتي نطلبك تقرب اهلي الوهر صح قولي لي غير هادي برك قولي لي غير هادي شو هادي سي هادي سي بروف لا لالجيري هادي غير تاعنا هادي هذاك ما كاش حنا دوك الناس ما لقاش واش تخدم هو خادم وانت واش قلتي له ما كنتش قربوا لي غير ليزان قرب على هاني قرب قدام الدار مليحه مليحه يخدم تحت الدار
لعبت الدار. لازم على الله. انا مريضه. على بالي. كيدور شويه يدور لي البرا تاع لازم نهار اللي نجيف. صح. ملك ولدي حنا. عباك بلي مشي هامل. شافك عاقبه قرب قرب لهنا وقلبتي انا. او فهمك بلا كي مريضه. لا انا قلبتيها كي مريضه فري. اي صح. لا انا الحق هو شايفك غير هكا هكا. لا مريضه دي هاد وليش. سعيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا ميساج على كل حال ان شاء الله يتزوج ان شاء الله يا رب وبعد ولا كاش واحد يتزوج هكا يسمع مع عموده هي صح على غير كي تخلي يخدم عاد جديد هذا عاد جديد اسمع هاك شو كيف هو عاد جديد وتجيبوه من البشار لورا لا خدمه شحال عنده دوكا خدمه عنده من 2000 صعبه 5 سنين صعبه هذاك هو ان شاء الله ان شاء الله نديروا هكا نبداو البنك يعيط لك يديك الاقتراحات على بركة الله على بركة الله دوكا السلسلة الأولى لازم نحلو 5 بوات داكوردو صحيتي وأنا على بالي بلي أنت ولا باش نحلوهم في جو ممتاز قال لك خالتي فاطمة شونسون دوموندي أنت المعلم هاكا قريت لك فيك البكرة المعلم هو ربي وحنايا تعلموا منا من دينا نتعلموا قال لك شونسون دوموندي قالت لك انا باش نحل لي بواط بيان اخي هكا وخاطر انا ويا المعلم ربي هو المعلم صح سي كلار كاش فوق ربي سي كلار سي كلار سبحانه سبحانه تفضلي افتحي لي 5 بواط ايه كنت من هيك في القنط شحال سهله سهله ودوك ياكي هنايا باش نبدا دوك تبداي باب سليم وعلاش لا تبداي بخوله ما على بالناش حسين خلينا قولي لي صعيبة 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 يا الأولى نقعد حتى الغدوة خليني نصبر شوية أنا صابري خولة بنتي شهر خولة بنت شهرزاد هذه صعب مش فاهميني باش تفهم الكود شهرزاد أنا عرفت نقرا أنا سانك شهرزاد سانك قولي لي غير سانك تيا السانك شهرزاد مساء الخير مساء النور صعب طورك شهرزاد يسلمك صعب طوركم الله يسلمك تفضلي شهرزاد أول حاجة خليت أمي أنت في وهران لقيت أمي أنت هنايا في ربي يخليك عمري الله يحفظك ان شاء الله تكون مليحه ان شاء الله اول علبه تفضلوا نبداو لا بالي كان خوله مساء الخير من وهران مشينا لتبتة عسلامه عسلام صحه فطوركم صحه فطور تفضلي ما جابينا فاطمه اسمك زي اسم ماما ان شاء الله تكوني مربوحه ان شاء الله ثاني اوف ثاني بواط عفوا هيا زيدي لي وحده نحينا 5 ونحينا الكنز خصوني 3 عجبتني كاع تعطي عبد الخميم هكا 12 شكون 12 مصطفى الحاجه حاجه يا سيدتي وعلى هذا وين بدات صافي تربيه اون سير انا مليحه الاختيار تاعك بونكور الاختيار تاعها موفق ان شاء الله تفضل اخ مصطفى واللي جات بغى جابها ربي هذاك هو مرحبا بك لا البدايه كانت موفقه راه تواصل الافراح تواصل الافراح رقم 2 نروحوا لارزي وصحه فطورك شاي ناز خاطي فاطمه معاه غادي نولي نرقص يا ربي يخليك ربي يفرحك ان شاء الله خير ان شاء الله اي 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 معليش وجينا نديرو حنا جينا نحوسو ناخدو مبلغ محترم باش نعرسو الطفل مليار بزاف عليه ولا هكا يا واش خويا غير ماشي مكتوب ماشي مكتوب والله العظيم بصح واش بقالنا بقالنا المبلغ الكبير اللي هو 500 مليون في اكتوبر نوفمبر ديسمبر اللي هو اكبر مبلغ نديرو ستريس رقم 16 عجبتني بشيف استاذ شريف خالتي فاطمه السلام عليكم سلام كي رايك لاباس تحياتنا لولدك الى راهو يشوف فينا او عيط او عيط اها او بيبا مش عيط مش لي معليش انا ملاح عندنا اون بواط هذيك ما تهضريش عليها خلاص دير لك اللي ما راحتش كلي مثلا كنتي على المليار ديريكت لا 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 والله خويا كنتي حجه والعرس صاي الحمد لله يا رب العالمين الله منيتو هذا واش بقاونا احنا رانا لحد الان هاي نتفقت من يونيتي راحت هاي راحت يونيتي دوك ها راحت ما عندناش احنا باش نحاولوا احنا ما عندناش
علاش مديت البارح يا 10 ملايين مديت؟ صدقت لك اه الله يسلمك طاب طول الحمد لله حاضر اول عرض من طرف البنك قال لك في خاطرنا صورا 69 الف دينار جزائري 6 ملايين و900 6 ملايين و900 هذي قاعد مشي هذا صح هذه والله كبيره تضحك عليها هذه كما قال لك الاخر لها بيستاش تشربها غير في كاس الصالون تشربها غير كاطو ليمونات جو الله الله خالتي فاطمه رفضة العرض تاع البنك انتوما تواصلوا معنا ما تنساوش تبعثوا لنا رساله قصيره اس ام اس 66016 باش تدوا نصف المبلغ اللي ممكن يكون هنا في العلبه تاع خالتي فاطمه رقم 17 لحد الان اذا بقات من 100 فوطة احنا فيها ربعة ولا بلي ادروات كامل ملاح 5 ملايين 30 مليون 50 مليون 200 مليون وهنا ربعة ماشي ملاح كات كات انا نديرهم في الطاكتيك اللي نتوهم فيهم ها اسمح لنا صحة صحة يا ربي حقار الله يرحق حقار العرض الاخير تاع البنك واش كان يقولنا شحال قالنا 18 مليون هاد الخطره درنا عرض واحد اخر دراهم توجور ماشي الزيت 17 مليون قال لك مليون عندي شغل انا عندي شغل مليون 17 مليون 18 17 البنك سيده فاطمه او بالاحرى خالتي فاطمه يقترح عليك ويعرض عليه مبلغ 17 مليون العرض هذا تديه ولا تخليه 17 كامل شي دراهم اها تخلصوا فور في الاميريت وما ولا مليون و500 مليون و500 تخلصي تقول لي 17 مليون ماشي دراهم زوج ليش ولدي داكور تسمى انت لوبجيكتيف تاعك انه تحصلي على المبلغ مليح يعاونك يعني فيك تحت هذيك يعني تمشي افون أنا ما جايبني الطمع نعم انا ما جايبني الطمع بارك الله فيك بارك الله فيك عندي ربي بارك الله فيك يعطيك الصحه هذه هضره شابه هذه هضره شابه ما تساعدنيش تدي ولا تخلي 1 2 3 يس حوت يا تعولم وانتم تراسلوا معنا في 66016 لي تروز اوبيراتور تبعثوا رساله اس ام اس رساله قصيره ل 66016 باش تحصلوا على نصف المبلغ اللي ممكن يكون في العلبه هذه ولا علبه اللي ممكن تغيرها خالتي فاطمه اني بيان داكور نبعثوا دوكا ونتواصلوا معاك وقولي لي لازم نفتحوا كيف كيف ثلث علب ثلث علب ماذا بينا تكون في العلب اللي نهضروا عليهم لا بروميير فوا في الحصه هذه من دار من دار طحنا انيغاليتي بارفيت بين المبالغ المحترمين والمبالغ الصغار لا بروميير فوا دونك كات كات يحب يقول لازم نجيبوها بيان بيان الفيلينغ الزهر الاحساس هكا برك وصاي وكل شيء بالمكتوب تفضلي خالتي فاطمه قولي لي واش قولي لي انا نسكن هنا انا راح ندير هنا ريزيدونس ديروا ريزيدونس انا ريزيدونس هنا انا الكوتي غوش هذا كاع فتحنا كامل لي بواط عندك 3 الكات او 7 الويت 9 10 11 ما فتحناهمش كاع هادو حبيبنا حسام قمر الزمان سيده مريم سي حميد ونور اليقين ونبداو من ورا نفتحوا 11 نفتحوا 11 لا بروشان لازم تفتحيها لازم تكون مليحه باش نقعدوا في ليغاليت رقم 7 سي حسام مساء الخير مساء النور صحاب فطورك
صح فطورك سي حسام ما تقلقش خويا شوف فينا حنا وانت زاد خويا خالتي فاطمه راهي معاك وما تقلقش مهما كان المبلغ راح يكون في العلبه تاعك ان شاء الله يكون متواضع ماشي مشكله حنا املنا انه يكون في المبالغ نحوس عليهم باش يديروا ليغاليتي ولا ما كانش مشكل خويا هكا خويا حسام في الفير ان شاء الله ان شاء الله تفضل اي 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 سيبو معليش سيدي لي واحده هاي معليش حنا نعاونو الطفل باش يتعرس برك معليش مش مشكله بقاونا 30 مليون سنتيم ما تمشيوهمش برك وين راه تروح سي محمد تفضل السلام عليكم سلام صافاكم صافاكم ان شاء الله يكون يا زرقايا يا زرقايا خضرا خضرا ان شاء الله يا زرقايا خضرا الله قدر لي أنت البنك في اتصاله الان في الطو كما يقول يقتل عليك كما يقول هو كيعيط لقبيلات وقلت لك نعطيك 16 مليون 900 قلت لي ما فطرتش الماده ما طيبت ليش قال لك دوك انا نقول لك انا نقتل عليك مبلغ 16 مليون و 900 نعاود نقول خليك تريحي خمي وما تقلقيش مش مادا بينا احنا ندي معك شويه فلوس تروح الوهران اقعدوا معنا نتلاقاو بكم نتوما بعد الفاصل وما تنساوش ترسلونا 6606 باش تدوا نصرو المبلغ ممكن تحصل عليه السيده فاطمه مقدنا 300 الف دينار جزائري كاكبر مبلغ هكذا ونمشي هكذا ونتلاقاو بكم في مبلغ تبقى من المشوار من ادي ولا خليه البنك لهذا والتحق بينا راكو في الجزء الثالث والاخير من حلقه سهرتنا نهار اليوم في يدي ولا خليه معنا خالتي فاطمه جاتنا من وهران خالتي فاطمه كانت بدايتها شابه ومن بعد داوي الامور كما يقولوا صعب 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 لحقنا الى حد